ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده جايبه لكم فيديو جديد طلبتوه مني، وهي استخدامات البيبي اويل. حاجات ما كنتوش تعرفوها قبل كده واستخدامات ما كنتوش جربتوها قبل كده، ان شاء الله هقولكم في الفيديو ده. فيلا بينا نبدا. تاني والنهارده هكلمكم على البيبي اويل. البيبي اويل اللي هو الاختراع، اختراع بجد، اختراع 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 لازم يكون موجود عند كل بنوتة في البيت. ليه؟ لان انا اول حاجة بستخدمها في كل حاجة في الجسم، للشعر، للشفايف، للبشرة، للقدمين، للموز، الميك اب، حاجات كتير جدا هنعرفها النهاردة. ممكن تكون حاجات انتوا اول مرة تسمعوا عنها فتستفادوا بيها. النهاردة ان شاء الله هنستخدمه استخدامات كتير، فاهم حاجة اكتبوا ورايا لو حابين تكتبوا، او احتفظوا بالفيديو علشان لو حابين تستخدموه فيما بعد. اول حاجة هستخدمه للشعر، بعمل بيه حمامات زيت للشعر. ايوه، حمامات زيت للشعر. ازاي؟ لان حمام الزيت انا بحطه مع اي نوع تاني، مع الزيت جونسون بحط اي نوع، سواء جوز الهند، سواء الجوجوبا، سواء اي نوع زيت عندي مفيش اي مشكلة. حتى لو ما عنديش اي نوع تاني غير الجونسون فبعمل بالجونسون بس. ليه؟ بيدي رطوبة حلوة قوي للشعر، وبيرطب الشعر، وبيخليه كده هيلثي ومن غير ما يكون مزيت، تمام. وبيدي كمان ريحة حلوة جدا للشعر. مش بس كده، ده كمان لما بستخدمه على اطراف الشعر، لما بلاقي الاطراف ناشفة او مقصفة، باخد حاجة بسيطة كده وبقعدلكها في ايدي، اسخنها بس كده على ايدي، وببدأ اعمل بيه اطراف الشعر. اول حاجة بتلاقي نعومة ورطوبة، وبتلاقي ان هو يعني التقصيف قل كتير، وبتخليه رطب ومن غير ما يكون ملزق او مزيت او اي حاجة من اللي احنا ما بنحبهاش دي، فبيبقى حلو جدا للشعر. مش بس كده، لو شعري بنوتك هايش او كده، وجبت حاجة بسيطة قوي على ايديكي وتلكتيها بالطريقة دي وفردتيها على الشعر، للتسريح بيكون حلو جدا. اهم حاجة ملناش دعوة خالص بالفروة، وان الزيت ما يقعدش مدة طويلة على الشعر. لو حمام زيت يعني بالكتير خالص ساعة او اتنين ونبدأ ناخد شاور. لكن لو هو كترطيب لاطراف الشعر مفيهوش مشكلة، لان الاطراف اصلا بعيدة خالص وما بيشيبش الشعر مزيت ولا اي حاجة. اما بالنسبة لشعر بنوتتنا، نبدأ ان احنا نستخدمه بكمية قليلة جدا لا تسكر، علشان ما يسيبش برضو اي اثر خالص على الشعر ممكن تضره او تقفل مسامه. وبعد كده هندخل بقى في الاستخدام. كمان مش بس كده، بنستخدمه كمان للشفايف في اي وقت، صيف او شتاء. لو انتوا ما عندكمش اللي هي زبده الكاكاو او المرطب الشفايف، او حتى فازلين، ما عندكمش اي حاجه غير زيت البيبي اويل، لو جبتوا حاجه بسيطه، قطنه بسيطه، وعملتوها على شفايف او حتى بصباعكم ومشيتوها على شفايف شويه، بيبقى تحفه، بيدي لمعه حلوه قوي للشفايف وترطيب، وكمان بيخلي الشفايف لونها حلو كده ومرطبه ما فيهاش اي قشور. مش بس كده، لو حابين كمان تستخدموها كمقشر للشفايف بيبقى حلو. بتجيبوا حبه سكر صغيرين وحبه زيت، وبعد كده بتدلكوها كده، بيشيل اي قشور عليها وبيديها لون بامبا حلو قوي كده. طيب ده بالنسبه للشفايف. طب احنا دلوقتي حاطين ميك اب وجينا نسيل الميك اب بتاعنا، بس للاسف لقينا مزيل الميك اب بتاعنا مش موجود، هنعمل ايه؟ باي قطنه بسيطه بنبدا نحط الزيت على البشره، ونبدا ندلكه، ونبدا نشيله بيه اي قطنه او اي القطن بتاع الميك اب، تمام. بتشيل اي ميك اب، حتى لو هو ووتر بروف، حتى الماسكارا الووتر بروف، تمام. فحلو جدا. مش بس كده، ده مش هيسيب كمان بشرتك غير وهي مترطبه وحلوه جدا. يعني بعض مزيلات الميك اب لو نستخدمها بيحس بيها بجفاف البشره، بتحس ان هي بعديها البشره متحسسه، لكن البيبي اويل بيبقى عكس كل الكلام ده، بيشيل كل الميك اب اللي هو الووتر بروف، وكمان بيسيب البشره مترطبه وحلوه جدا وفيها كده جلوبي حلو قوي. مش بس كمان للبشره، لا احنا ننزل شويه كمان على الجسم كله. ازاي؟ ان احنا بعد ما بنعمل سويت او واكس او حتى براون او حتى بالشفرات، خصوصا الشفرات، بيبقى الجلد بعديها ان هو حاسه ان هو جاف، فاحنا لازم نعمل الزيت شونسون او البيبي اويل نمشيه على جسمنا كله. لو لاحظتوا هنا انا دي زجاجه ان هي بتبقى بخاخ زي ما شايفين كده، تمام، بخاخ اهيت، حاطه فيها زيت جونسون بحيث ان انا اخدها معايا بعد اي شاور، حتى لو مش عامله واكس ولا عامله اي حاجه خالص. بعد الشاور مجرد ما بتحطوه على البشره بتحسوا ان هي ناعمه قوي وريحتها حلوه جدا، وفي نفس الوقت تحسوا بنعومه فظيعه جدا جدا. فتستخدم سواء بعد ازاله الشعر او حتى بعد الشاور العادي.
تحفه، جربوها بجد مش هتندموا خالص ومش هتبطلوا تستعملوه. كمان هننزل شويه، هننزل على كعب القدم. في ناس كتير بتقول ان كعب القدم بتاعها متشقق، وان هو جربت الفازلين بيجيب نتيجه بعد مده من الاستعمال. طب احنا ما عندناش فازلين، هنعمل ايه؟ بس عندنا بيبي اويل. اول حاجه هنجيب البيبي اويل ونبدا نحطه على كعب القدمين كويس جدا وبالتدليك بكميه حلوه، وبعد كده نلبس الشراب بتاعنا ونبدا ننام. نصحى الصبح بجد هتلاقوا نتيجه مبهره مبهره بجد. اولا بالنسبه مقارنه زيت بيبي اويل مع الفازلين، فسعر البيبي اويل رخيص جدا، ما بيتعداش ال 15 جنيه. طبعا ده على حسب المقاس، مقاس كل ازازه، تمام. ده بالنسبه كمان لكعب القدمين. طيب ايه كمان؟ عارفين الهنا بيبقى فيه في الضوافر بتاعتنا حوالينها بيبقى فيها احيانا جلد ميت او مش مترطبه او في سمار. لو استخدمتوا بيبي اويل كل يوم حوالين ضوافركم بجد هتلاقوا النتيجه مبهره، ولا فيها قشور ولا فيها جلد زايد ولا فيها اسمرار، بجد النتيجه بتبقى تحفه. مش بس كده، ده بيساعد كمان على تطوير الضوافر، لان كل ما بيبقى الضوافر مترطب وحوالينه كويس بيخلي الضفر يطلع اصح ويطلع كويس وما يتقصفش، تمام. مش بس كده، احنا كمان بنستعمله، اللي بيستعمل الواكس اكيد هيبقى فاهمني، اللي هو جهاز الواكس. جهاز الواكس ده لما بنستعمله بيبقى طبعا بيسيب بعض قطع الواكس على الايدين او الرجلين او حتى على الجهاز، ما بتطلعش باي طريقه ان كانت الا بالزيت. حتى لو غسلت بالميه بيفضل فيها وبيفضل ملزق كده. لكن لو انت حطيتي على ايديكي قبل الاستعمال الواكس وكمان على الجهاز، وبعد ما بتشيلي كل قدم مثلا او كل ايد تبداي تحطي زيت جونسون على القدم، صدقيني مش هتلاقي اي قطع خالص من الواكس على الايد او الرجل، او سايبه اثر في ايديكي او رجليكي، ومش هتلاقي اثر التلزيق اللي بيحصل ده. بجد زيت جونسون يعتبر يعني اختراع. مش بس كده، انت طبعا اللي متابعني على القناه هيعرف ان انا دايما بعمل وصفات للترطيب الايدين والرجلين والبشره والشعر، وبعمل كمان غسول للبشره دايما بستخدم معاه زيت. طبعا الزيت ده بتبقى درجته على حسب البشره، لو هي بشره زيتيه او بشره دهنيه بنحط كميه اقل، لو البشره جافه بنحط كميه ازيد. لو حابين ترجعوا للفيديوهات دي هي موجوده على القناه، تمام. في اي طريقه انا حابه اضيف عليه اي نوع زيت، بصراحه ما بلاقيش احسن من زيت جونسون وزيت الجوجوبا، لانه بيبقوا جمال جدا. وما انساش كمان زيت الورد، لانه بجد اختراع على البشره، بيخلي المسام حلوه ومشدوده وفي نضاره وما بيسيبش اثر دهني على البشرة نهائي. انا كده قلت لكم على استخدامات البيبي اويل، طبعا ده غير البيبي، لو حد عنده بيبي وطبعا بيرطب له بشرته او بعض الحفاضات بيبقى تحفة جدا، تمام. لكن احنا قلنا الاستخدامات اللي احنا كومن يعني بن 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 بنشوفها، فياريت اللي هو ليه استخدامات تانية وبيستخدمها باي طريقة تانية يكتب لنا في الكومنتات علشان نقدر نفيد بعض. وشكرا لكم لحسن متابعتكم.